فجر مقتل الزعيم الكشميري برهان مظفر واني و23 من رفاقه في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير على يد القوات الهندية، حالة من الغضب والاستنكار والتنديد في الجانب الباكستاني. فرئيس الوزراء الباكستاني العائد من رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر أدان بشدة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الهندية ضد المدنيين والأبرياء. الوضع العام في كشمير يمضي من سيء إلى أسوأ، والسلطات الهندية قامت بمنع الأنشطة السياسية في الإقليم وفرضت حظرا للتجوال وضيقت على الحريات، وهناك ارتفاع كبير في عدد الجرحى والقتلى. نحن نطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامية نظرا لخطورة الأوضاع المتفجرة. الخارجية الباكستانية وصفت الأحداث في إقليم كشمير في الجزء الهندي بالمؤسفة والمدانة، وأضافت أن مثل تلك الأعمال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية للكشميريين، ودعت الخارجية الباكستانية الحكومة الهندية إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الكشميرية. هناك احتقان كبير وشديد في باكستان على المستوى الشعبي حيال ما يجري الآن في كشمير المحتلة من قبل الجيش الهندي. ما يجري في كشمير له أثر مباشر على العلاقات الباكستانية الهندية، يؤثر أيضا على الاستقرار في هذه المنطقة، يؤثر أيضا على ما يجري في أفغانستان. نحن لا نشك بأنه الدبلوماسية الباكستانية قادرة على أن تمسك بزمام المبادرة وأن تنقل ما يجري على الأرض في كشمير المحتلة إلى أروقة الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. وبحسب مراقبين فإن الأحداث الأخيرة في إقليم كشمير الهندي جاءت لتلقي مزيدا من التوتر بين باكستان والهندي بعد القبض على الجاسوس الهندي القادم من إيران واعترافه بالعمل لصالح المخابرات الهندية. تقف باكستان بكافة أطيافها بقوة مع الكشميريين في نضالهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة رغم الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الهندية في كشمير. أحمد شعت، الإخبارية، إسلام آباد.